ساتي درت بحال هكا جوج سوي سير في الاخر الشهر تكون عندي واحد 10000 درهم. هادشي لامت هادشي لامت. قلت ساتي راه انت رجعتي للزيرو رجعتي للزيرو وما عندكش المايند سيت ديال دابا. ساليا من ديك اللعبه ديال كادي ندير الساط رجع للزيرو از فاكين فون وما بقاش عندي مشكل في الفلوس. شحال ما بغينا نكريديو كنكريديو العلاقات اللي عندنا كتسمح لنا نحطوا الفلوس في 24 ساعه. اذا الساط نسى هاد الوزاده ما كاينش عند الناس الاخرين لا لا بيتش. دونك الساط غادي تدوي بحال ما عندك حتى شي حاجه. انت باقي في ديك البراكه في دواري زيكي داك البيت اللي ما عندوش حتى شي رجل اللي عاطيه لك الوالد ديالك مخشي فيه تما. قول لي كيفاش تبدا. قلت الساط شويه من التجربه ديالها غادي نفرقها بزاف ديال الحوايج. دابا في البيزنس من خلال الحياه ديالي تعلمت بان كلما البيزنس كان فيه الريسك كبير كيكونوا فيه الارباح كثيره. كان البيزنس فيه الربح متوسط الريسك متوسط الخطوره متوسطه كتكون الارباح متوسطه. كان البيزنس فيه واحد الريسك يعني واحد الخطوره قليله تتكون فيه واحد الربح قليل. هذا هو البيزنس. البساطه ديال نقسمها لثلاثه. دونك انا النهار ديالي ما عندي فيه والو غادي نقسمها لثلاثه ديال الحوايج. الهاي ريسك والموين ريسك واللو ريسك. يعني غادي نقسمها على ثلاثه. الهاي ريسك الساط هو غادي نمشي نخدم شي حاجه اللي ممكن تسد ليا فيها الكونت ممكن كذا هو الريسكي. فهمتي بحال الريسكين سي بي اي كذا الريسك سي بي اي وندير شويه البلاك هاك نجيب 10 ليتس وندخل معاهم جوج جاولي انايا حتى هما يتحسبوا دازوا هو هذاك تسد لي الكونت هو هذاك. لحقاش الساط هذا هو الهاي ريسك. لحقاش كنشوف بزاف ديال الاخوان كيدخل للريسكين تدخل للريسكين ونشد الفيسبوك ندوز فيه واحد الاوفر ديال الويت لوس ديال نقصان الوزن غادي نضرب الفلوس ولكن غادي تسد الكونت. كاين احتمال يتسد الكونت. هاي ريسك المخاطره عاليه ولكن الربح حتى هو صدقات ما صدقاتش اتس اوكي انا مقمر. هذا هو المشكل كيبان لي عند الدراري بزاف. دخل واحد البيزنس هاي ريسك دخل للريسكين كونت واحد كتقول ليه شحال من كونت عندك واحد وما لقاش طرا لك سدوا لي اخويا السيمو هذا الشيء اللي عطى الله وشهر وانا محبط صافي. كيفاش اصاحبي انت راه دخل واحد البيزنس هاي ريسك ودخلوا بكونت واحد وكتقول سدوا لي وهذا الشيء اللي عطى الله صافي راه بين السنه يسدوا لك. خاص تكون ضارب الحساب ان مجد واحد العشرات لي كونت وجاي تدخل بهم. مثلا بغيتي تبدا ب 2000 درهم غتقسمها شوف شحال من 25 دولار تمايا 200 عندك 2500 درهم جابت لك 10 ديال لي كونت 10 لي كونت تشدهم تسدفهم وتبدا تحط شويه في هذا الكونت 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 شويه وغادي غادي تسدوا 8 يبقاو هي جوج مزيانه صافي تسوك غادي تدخل دوك الفلوس ديال لي كونت الاخرين اللي تسدوا وتكل على الله. فهمتي يعني وغادي تعاود عاوتاني تشد مثلا دخلاتك 1000 دولار تقول عاوتاني غادي نعاود المغامره ب 250 دولار خلي كيف 250 دولار الاولانيه تعاود عاوتاني 10 لي كونت وغادي ماشي كونت واحد وبيزنس هاي ريسك. الريسك انا السيطان ماشي ديال اي واحد. انا ما عمري خدمت الريسكي خدمت مع واحد صاحبي كنت كنجيب ليه لي كونت كنت قال لي اخاي سيمو خصنا لي كارت كريدي كدا انت تعرف دبرنا في لي كارت كريدي جاوي كارت كريدي تبقى كل سيمانه كل شهر دبر ليا فهمتي دبر ليا في دي كارت كريدي وانا صافي غادي نبقى نحل لي كونت ونخدم واللي جا نقسمو 50 50 قلت له على بركه الله صافي. المهم جينا خدامين بجوج الامور غاده سنقسموا واحد القشه ملي بدا السدان ديال لي كونت كثر قلت له اخي حبس عليا راه البنكه ديالي ضيقات عليا قالت لي الساط راه هادشي عيقتيه كاع كل سيمانه مشاو لك لي كارت قالت لي لي كارت مشاو لك لي كارت قالت لي لي كارت بيان سور البنكه ماشي مغربيه البنكه تايلانديه مشاو لك لي كارت قالت لي لي كارت مشاو لك لي كارت قالت لك لي كارت هادشي ما خدامش. انا كنصيفط انت المهم تلقى لها شي حل باش قالت لي كونت او عطى الله لي اخوان ديما كيقادوا لي كونت وكاين اللي كيشري لي كونت مقادين وتيروح فيهم. المهم انت خاص تمشي هذا هاي ريسك وخاص تجي شي حاجه دير داك الريسك المتوسط المخاطره المتوسطه هي امانه تمشي دير داك الاي كوميرس داك في اللوكال تصيفط مع امانه عندك واحد المخاطره متوسطه لان انت كتخلص امانه لعالم الله يوصل ما يوصلش في يد الله. خاص تكون ضارب الحسابات ديالك 50% واصله ما واصلاش هذا هاي ريسك. وقلت الصاط باش ننزل داك اللو ريسك غتلقاني زيت المطيره ولا زيت بيكالا اللي عندي ومشيت كنوصل لراسي الاوردرات اللي كيجيو لي في المدينه كنمشي نوصلهم لراسي. الساطي اللي درت بحال هكا جوج سوي سير في الاخر الشهر تكون عندي واحد 10000 درهم. هادشي لامت هادشي لامت. الا سجلتي هاد الهضره هادو ريحتي وحسبتيها غتلقى ان ممكن دير 10000 درهم في الاخر الشهر يقدر يمدك تمشي توصل لراسك. الا كنتي ساكن في مدينه كبيره بحال كازا رباط مراكش كيجيوك ثلاثه الاوردرات كتربح فيهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم من الواحد وكتركب كتمشي توصل لراسك وكتشيب فيهم وكتاخذ الفلوس
كتربح 100 درهم في الوحده راه الشراخه راك قربتي ل 10000 درهم كنت ما 9000 درهم زيد عليها شي 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 حاجه ضربتيها بامانه زيد عليها كذا راه تلقى راسك فتوا 10000 درهم وانت كتجمع راس المال راسك ولا ما تحمق عليك تقول لي ما كاينش راس المال كذا ادبر في شي سلعه ما قدرتيش على دوك الشوش ديال فوق ما قدرتيش على دوك الشوش ديال فوق ما عندكش كاع الفلوس غتشوف شي برودوي غتشوف شي برودوي تمشي تشريه وتبيعه في الفيسبوك وتمشي توصلو بمطار ولا بيكالا وتمدو لهذاك مولاه اللي سميتو شوف اخونا رانا كنعرف بنادم لا ماشي طلع عليه شي واحد يقول لي ما يمكنش وكذا انا حيت عارف انا امه البشر هادي الميزه علاش حال انا سيمو لايف كيجي عندي هذا وهذا 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 وتيضلوا الدراري ديال كلوفو تيوقفوا عليا في الرباط وفي كازا وصافي خويا سيمو صافا بخير كي داير لاباس عليك خويا راني خدام الاي كوميرس وخدام مع كلوفو حط السلعه ديالي وسلعه كلوفو جا شي اوردر كلوفو نمشي نوصلو جاني شي اوردر كنكونفيرمي في التليفون كنمشي نوصلو رجال كيخدموا الدراري اللي تيخدموا في خيمه كنحتارهم تقول لي اخويا سيمو والله اخويا سيمو لا حليتو لنا عنينا على شي حاجه ما كناش عارفينها انا اخويا سيمو كنت كنقلبي على وظيفه مع الدوله الصاد فاكين بولشيت دابا داكشي اللي كندير مستحيل ندير مع الدوله تيبان لك انت تيبان لك انت وانت ديز ما عرفتش فيك شي موطور الساطا تيبان لك داك خونا تاع كلوفو راك على شي موطور حرتوكه كتحكرو فهمتي كتقول هذا يا حميه خدام عند كلوفو كدا كدا الصاد كل متاكد انه راه احسن منك انت كمهندس قدرت تكون مهندس ضرب الكرافطه ضرب الكرافطه هكا ولابس مزيان وداكشي وغادي تخدم في البيرو هاز الكارطابل اش كندخل عليك في داك الاحتقار ديال عباد الله لان انا درت تاهم الدروس خاص تعلم في الحياه ما تحتقرش عباد الله انا راه الفاكين الساتو ديالي الساتو السوسيال ديالي في المجتمع راني مهندس كنضرب الكرافطه والكارطابل هاز فيه البي سي وكنمشي وكذا الصاد اس فاكين بولشي لان داك خونا اللي ضارب في كلوفو تيضرب اكثر منك الصاد من الاخر ومع كامل الاحترام خصك تقبلها الصاد هذا هو الواقع بغيت نقول لك شي هضره اخرى ولكن هذا هو الواقع يعني ما تحكرش داك خونا ديال كلوفو وما تحكرش داك خونا اللي حط كريصه ديال السوسيس في الصنقه على حكايه واحد النهار واحد خونا تقاد السوسيس في مراكش بلا ما نقول فين بلا ما سميتو نمشي بابي مع هادين نذكروا شويه الشيفرات لكن يا اخوان عارفين اللي كنت كنعمر على خونا ديال الصوص الصراول الطواري زيكي كنت كنريح 2010 2009 10 11 كنت كنريح يوميا حدا واحد الكريصات الصوصيس 2012 باقي كنريح يوميا عند واحد خونا داير كريصات الصوصيس كمريح عنده مريح هكا مريح بحال هكا يوميا كنضرب الصوصيس والهضره خاويه وما حنا ولاد الطواري زيكي بيناتنا مجموعين الهضره خاويه يعني الصاد وخا وخا نقول لك جاو عندي الفلوس ولكن انا باقي عايش عادي الصاد كاين عندي ستانكيوم كنجي كنباركي عندك طوموبيله ب 32 مليون دايره 28 و3 سام كاستميزيشن لا ولا 32 كنجي كنباركي تمايا كنجي كنباركي عند خونا مول السوسيط وكننزل كنريح كنضرب طيحان سوسيط وكنريح مجمع فهمتي اي لان سالت نهار الخدمه ديالي خصني نعطي شي هضره خاوي هذاك الصاد صاحبي جا عند واحد النهار واحد خونا اللي هو قايد ودوا معاه واحد ماشي قايد في ديك المنطقه يعني كيحكم واحد القايد في بلاصه قال لها انا قايد صاحبي ودوا معايا هكا وكذا راك عارف انا وانا 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 الصاد هاد الكريصات ديالك راه نشتري عليك نشريها انايا شحال سوي هاد كيدوا معاه شحال سوي هاد الكريصه هادي كاع 300 درهم الصاد ملي مشى خونا بقى في هذاك الحقد هو يقول لينا الصاد هاد خونا هاد الحماري هذا انا ما عرفتش انا كندخل اكثر من الجينيور ما عرفش انا بلاد الكريصه هادي كندخل اكثر من 1000 درهم في النهار الربح العزوه عزوه عزوه الصاد فهمتي وحس بالفرحه وفرح وكاملنا كنا فهمتي كنا كان بحال كنت واحد تيزعم الاخر لان الصاد الفلوس ماشي ساهله في البدايه صاحبي فهمتي انا فرحت ملي عرفت خونا مول الكريصه ديال الصوص كيدير 1000 درهم ما قصات ريسبكت خونا مول الكريصه ديال الصوص ريسبكت مول خونا ديال مطيشه قدرت تكون انت حميه انت اتس اوكي انت ما كتحتقرش عباد الله ماشي حميه ولكن كتحتقر عباد الله راك حميه تقدر فهمتي انت تيبان لك راسك انا استاذ انا استاذ كنقرا في الاعدادي انا معلم ويلي هذاك مول الكريصات الخضراء الصاد تصور اكثر منك صاحبي الخضار الصاد داكشي اللي داروا الخضار كاع ما داروا شحال من واحد صاد احترم شويه صاحبي عليك نقول لكم الدراري راه ما كاينش الانترنت راه عباد الله كنعرف انا بنادم صاحبي اللي تفرقت انا وياه مشى دار حانوت ديال الهري بيان سور داروا ليه با ولكن غادي مزيان كنعرف خونا دار خضار كيمشي يشري الخضراء كيقر لي الصاد بعد النهار لقيت عنده الار لان اجيال اجيال ميزه كيعرف سي مولاي ماشي جيد الخطار كنقول ليه الصاد دخلنا عليك بالله دابا شحال انت رابح في هذا البيران قسما بالله قال لي شوف اخاي السيمو التجاره هذه كامله ربح نط مع الصباح مشيت للحي الصناعي كاين السوق تمايا هكا قال لي تنطق لكم داكشي اللي قال مشيت للحي الصناعي راه قريب مشيت لتمايا شريت البنان شريت كذا كنجي كنحطو هذا البنان هذا جايبو ب 70 ريال كنبيعوه ب 160 180 فهمتي وتيعبر البنات مسير بلاصه قدامي
فهمتي و تيدوي معانا حدا طن 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 مسكين هنا 160 180 ريال الدوبل ديال الفلوس. قال لي ماشي كندوبلو فلوسنا حتى انا كتبقى لي السلعه خاسره السلعه ما كتباعش يعني صافا يعني ما كنخسر ما المهم اتس اوكي يعني مثلا انت 1000 درهم كتولي لها 1500 1600 انت كتشوفها شي يقول لك ملي كتجي الدواء معاه كيقول لك والله الا داك الدرهم هو اللي رابحين فيه وشي يقسم لك بالله باش تسوكا صافي علاش تجي دير لان انت اصلا عقيمه تبقى تعرفوا رابح 4 درهم تبقى تحيد انت وياك لا الصاد انا عارف جيبوه ب 80 جيبوه ب 80 جمله والصندوق فيه الخاسر واللي ما خاسرش اصاحبي فهمتي وداك المزيان هو اللي كتختارو انت كتشري دونك حتى هو داخل عنده الريسك ولكن راه ملي كيخسر 1000 درهم ديال السلعه كيجيبها كيبيعها بواحد 1500 1600 واش راح ليا الصاد خطار اصاحبي ما جاش قال لي السي مورايف قول لي هذا الانترنت هذا واش فيه شي فلوس واش فيه شي شيت حتى حنا ندخلوا ليه الصاد تتحقر بنادم على دابا انت كبرتي كتحقر بنادم ديك القضيه شي تعلمنا حنا في الشعب ماشي ديك اللعبه ديال ديال لابس مزيان كدا الصاد عمرها تشوفني لابس مزيان فهمتي نتورك فيه 10 مليون دولار عمرها تشوفني لابس مزيان الصاد انت لابس مزيان وجيت تصور عندنا الله يتوب عليك الصاد فهمتي هاد القضيه حتى هي ولات هي هاد القضيه حتى هي ولات عاوناتني وليت واحد الليله كنمشي شي ايامات لابسي شي شورت واحد الشورت كنعس به واحد الشورت كنعس به واحد التيشيرت حتى هي بصندالات الميكا وكنسوق المازيراتي وكنمشي مرتاح للبيرو وكندخل بصندالات الميكا وكذا ولكن فهمتي بنادم ما تيحتارمك صحه الصاد كتقول لي اش لابس انا اش لابس انا لابس مازيراتي يلا حتى هي لابسه راني جاي بها الصاد ونحطها ونمشي ندخل نخدم ونخرج لان انا ما عنديش خايف مع داك الشيء تلبس بنادم مريض بنادم مريض ديك اللعبه ديال اللباس كذا الصاد انا ما عمرها تكون لابس مزيان الصاد كنلبس داك الشيء اللي قسم الله وكنتحرك مع الطريقه الصاد وانت خايف راك تلبس مزيان الله يسهل كاين شي ناس باي ديفولت كيلبسوا مزيان لانهم هما عزيز عليهم يلبسوا مزيان مع احترامي لكل صحابي اللي هما موديلز يجي الناجي الطبقه كامله الدراري اللي كيلبسوا مزيان لانهم هما موديلز عزيز عليهم اللباس عزيز عليهم يبانوا واعرين لراسهم تيعجبوك قدام المرايه يبان واعر لراسو هذا خايك نحتارمو اما خويا راك انت كتلبس باش تخرج تبان واعر على عباد الله راك مريض الصاد بالرجوله وخصك تشوف التعاج المهم الصاد هادشي هادشي الا كانوا عندي الفلوس وكنت موظف غادي نمشي للميديوم ريسك نخدم داك الاي كوميرس ونشيبي بامانه لان عندي ديك البركه اللي كتدخلني شهريا وبيان سور ما غاديش نمشي نخسرها كامله اللي كنت كنتخلص 4500 4000 درهم 3000 درهم ما نخسرهاش كامله غادي ننزل المصاريف ديالي باش نقدر نشيبي بامانه بين ما تجيني الفلوس ونصبر شويه الصاد هادشي هو اللي كاين بالرجوله هادشي لان بزاف ديال الناس تيشونجي الحياه ديالو تيشونجي الحياه ديالو على قد الصالير ديالو الا عطيتيه مليون يمشي يكري ب 6000 درهم عطيتيه 3000 درهم يمشي يكري ب 1000 درهم عطيتيه 4000 درهم يمشي يكري ب 1500 عطيتيه 3 المليون يمشي يكري ب 10000 درهم يكري ب مليون صافي ماشي هكا هي الحياه الحياه هي خاص تعيش واحد 10 سنين بائسه باش تعيش باقي حياتك زوينه دابا تنقول لهم انا راه الصاد ها انت راه هادي اللي كنقول لك ديما خطيره الصاد انا كانوا عندي الفلوس كنقول لك انا 2012 انا كملت المليون دولار واش كانت باينه على تيك المليون دولار لا ما بايناش لا الا قلتي انا عارف كذاب انا مول الهضره لا اخويا ما كتبانش عليا وما خصهاش تبان عليا ما كان ما كنصوب لا مازيراتي لا جاكوار لا ما شريش فيلا ما شريت والو كنت ساكن مع امي لا الدار حاشرو كنشري شي ابارتمون شي ساس كذا 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 باش كنخلي فلوسي ما ينزلوش في القيمه ديالهم كنشري العقار كنشري العقار كنشري واش شريت شي فيلا سكنت فيها لا صاد تال دابا عاد شريت تا فات الثروه ديالي 10 المليار عاد ريحت شريت اصلا دابا عاد وما شريتهاش كاع بسميتي لان خاصني نجازي الناس اللي وقفوا معايا الوالده راه واقفه معايا قاتله معايا الصاد من نهار التويت دونك الصاد مامنه بهاد الولد هذا اللي تجي امو شي نهار طلع منه شي حاجه دونك الصاد خصنا نعوضوها شرينا لها سميتو سميتها والدتي هما اللي خص تهلا فيهم الصاد عموما وشحال هادي كتهلا في والدتي اش سمعتي الهضره هادي فهمتي يعني شحال هادي كنشريها مع خصك دير لوالدك الشريه هاد الهضره هادي حتى يرجعوا لها ونهار دير لاباس بزاف زيد تهلا فيهم بزاف الصاد شكتشان دواس انت تخبقوا لي الافكار وما الاخوان دوزو هاد تتصرف تتصرف بزاف امال كتصرف شحال ما عطيناك غتبقى تشك تقول لينا الفلوس ما كتكتنيش على حقاش راه كنعرف بنادم كيشد 20 مليون فهمتي تعرف بنادم كيشد 20 مليون 20000 درهم اعتذر شد 20000 درهم تشط لي التاريه لا الصاد وديما كيشكي الصالير ما كاتبناش كنعرف بنادم كيشد 15000 درهم تقول لك الصالير ما قادناش كنعرف بنادم الاستاذ كيشد 9000 درهم كتجي بيان سور الصالير ما قادناش كنعرف بنادم خدام في البنك الشعبي كيشد 4000 درهم الصالير ما قادناش كنعرف فهمتي جميع الطبقات ديال المجتمع ما عمر اخويا شي واحد وقفت عليه صالاري قلت له نضرب خويا الصالير كيشد ليا نصو ب
بخير ما كرهتش يحيد ليا واحد 25% اخويا اصلا انا يا شيطان عندي الفلوس ما عمرها تلقى هذا المدفكر هذا اللي تيجي يقول لك هاد الهضره هادي الا كنتي كتسنى راه كتمشي كت ما عرفتش شي معجزه انا بعد 30 سنه ما عمرت لقيت مع هاد خونا هذا اللي تقول ليه امضى كي دايره الوقت في الصلاه مزيان يقول لك صعب طوب بالرجوله ما خصني حتى اخر ما بقيتش باغي لا زياده لا والو كاسي الاولاد كاسي المراه كاسي مانا الدار كدا الصلاه رقدتني الصلاه مفرقع ما عمر اخويا سمعت هاد الهضره هادي غتعطي 20000 درهم يقزكيش تعطي 30000 درهم يقزكيش تعطي 50000 درهم تقزكيش غتريح مع برلماني تيشكي تريح مع وزير تيشكي اصاط كلشي كيشكي ما عندك كتشدا كتشكي هي واش الشكوى كتختلف يقدر هذاك الاخر يقول لك حنا شي مشكله انت ما تعرفها كاع شي مشكله بعيده عليك فهمتي ديك اللعبه ديال بحال ملي كنريح انا مع الدري صاحبي اللي عنده الفيراري كنسمع شي مشاكل فهمتي تيقول لي بحال هكا ديك اللعبه ديال تبقى كندوان تقول الساط راه غير الفران داير 12000 درهم الفران ديال السيراميك والكربون كل بلاكيطات الفران دايره 12000 درهم ضربها في 4 ديال الشوايع ديال الطوب 4 رواي الطوموبيله دايره 48000 درهم دونك دايره بحال شي داسيا بونوكاز فهمتي 5 مليون باش نشري هذا الفران هكا هو تتاوت فهمتي ماشي دوش متعجرب ولكن كتعجبني انا ملي كيدوي معايا بحال هكا تيخليني واحد النيفو اخر ديال الحياه يقدر هو فهمتي انت ديك 12000 درهم كتبان لك الصالير واو وتشري بها بلاكيطات الفران ما يمكنش تبدل بلاكيطات الفران وحده كتبدل كلشي دونك 48000 درهم هو يقدر يمشي يبدل بها بلاكيطات الفران كل واحد بشحال كيبدل بلاكيطات الفران بيانس فهمتي انا طاقل كنت كنبدلهم في 5 يوم كنت كنبدلهم ب 600 درهم الوحده دابا حاليا الجاكوار شي 900 درهم والمازيراتي شي 7000 درهم المهم فهمتي صاد كتخلص صاد كل ما كتزيد كتطلع كل ما كتخلص انا تبان لي شي حاجه ديال شي خونا واعر صاد حتى انا ما كرهتش لامبورغيني صاد ما كرهتش ما نقدوش على المصاريف ديالها صاد تولي كتمص منا تولي كتكونسومي منا ديال ولي كنفكروا عليها صاد خاص نزيدو نضربوا الفلوس خاص تولي ضرب 400 ملاه باش لامبورغيني تولي تبان لي كيلعبها صاد صاد ولا بغيت تسوق صاد شي طوموبيل المهم عاديه مزيانه صاد المهم شوف انا واحد اللقطه وصلت لها في الحياه ما نشريش الحاجه اللي ما كنتش قادر نشري 10 منها وانا مرتاح 10 من هذيك العباد ديال بحال سوقي نقدر نشري منها 10 وقيله وانا مرتاح اللي ما قدرتش ندير هذه اللقطه بلا ما نشريها بلا ما نضيع وقتي 10 من هذه شي حاجه قدرت تشري هذا البيسي هذا شوف واش قدرت تشري 10 منه وانت مرتاح سير شري وانت مرتاح كنت شاري للخدمه شري شي حاجه على قد شحال دابا من واحد تقول لي الصاد خصك شي بيسي للخدمه نقول الصاد انا عندي واحد الاي 3 صاحبي ولا واحد الاي 5 صاحبي راه بان ليا خصني نمشي شي نشري شي اي 7 باش 16 جيجا في الهرم انت ما ضفك راه صاحبي ما تخدمش وتبقى تيجمع الفلوس كيجمع الفلوس حتى يمشي يشري داك البيسي وما كيخدمش وهي راه ممكن تبدا بشي بيسي مدرح وما تشريش داك البيسي اللي كتحلم به حتى تكون قادر تشري 10 منه وانت مرتاح تمشي عندك العباد عندهم تمشي عندهم تقول لهم خذوا فلوس